السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صال ستايل فاشن والمهندس أحمد شمس الدين. أحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل احنا بنطلب من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلب من حضراتكم فضلا لا أمرا عشان نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه. دلوقتي بالنسبة للبنطلون دوت، الفيديو الثالث ليه. طبعا الاولاني اللي هو بتاع التعرض لانواع البناطيل كاملة، ابتداء من الكلاسيك للسكن للستريت للدبل الاول للستريت ماشي للدبل ستريت، احنا متعرضين له قبل كده. لكن انا كان الاساس عندي، لان لما وجدت نوع من اللبس عند حضراتكم فبالتالي بدات ان انا افرد النوع ده الاساسي اللي هو الكلاسيك، اللي هو الاساس اللي انا ببني عليه اي بنطلون تاني، ببني عليه اي بنطلون تاني. قصيت الامامي خلاص وهو مقصوص كده اهو، هروح شايله كده حطه على جنب واروح جايب الناحيه دي ماشي، تبقى هي ايه الناحيه التانيه. يعني هعمل ايه؟ اروح مدور كده تمام اهو، واروح جايب بقى الزياده اللي هي كانت ناحيه ايدي الشمال، ناحيه ايدي الشمال هنزلها هنا ايه الوضع الطبيعي اللي احنا ايه بنشتغل عليه دايما، ان هي الزياده بتبقى ناحيه ايدي ايه اليمين تمام. ليه؟ لان انا محتاج الزياده، محتاج الكبير يكون هنا، لان الرجل اضيق لكن منطقه الارداف والقمر اكبر. فبالتالي بيعمل ايه؟ بعمل عملية تداخل للقماش، او زي ما بنسميها تعشيق للقماش في قلب بعضه. الزيادة بخليها قصاد القليل، والقليل بخليه قصاد ايه؟ الزيادة نفسها. فأنا عندي قدامي أهو كده تمام؟ هبدأ دلوقتي ايه؟ هروح بقى حاطط البنطلون بنفس الوضع ده كده. بنفس الوضع ده كده بالظبط. ماشي. دلوقتي بقى احنا متفقين ان انا واخد الفخذ هنا هو ايه، نركز بقى في الكلام ده. ساعه ما بقول لك عايزين نركز في الكلام ده او افهم معايا الكلام اللي انا بقوله، انا ببقى عارف ان الكلام فيه شيء من الصعوبه، فبالتالي ببدا بقول لك ايه، لا ركز معايا عشان الكلام بدا يخش فيه شيء من الصعوبه، فركز معايا ايه نقدر نستوعبه ازاي. تمام يا جماعه؟ تمام. لاحظ معايا حاجه، انا شرط اساسي اول حاجه تلاحظها كده في الكلاسيك او او اي بنطلون، شايف الزياده دي انا حطيت ايه ده كده. طب انت ما خدتهوليش للاخر هنا ليه؟ واقول لك ان انا شرط اساسي يبقى معايا بتاع 3 4 سم هنا عند النقطه دي، نقطه الفخ دي. انت عارف لو الزياده دي مش موجوده هتبص تلاقي ان خياطه الفخذ دي راح جايه لك قدام هنا وانت لابسه. ثانيا راح البنطلون شادد من الحته دي، ما تعرفش تحرك فيه رجلك لو انت ما معكش ايه، لو انت ما معكش ال 4 سم الزياده دول. يبقى انا بروح مقدم البنطلون. طب هنا اقول لك لا، هنا ما يهمنيش، انا ممكن ازود المنطقه دي بحاجه، ممكن ازود المنطقه دي بحاجه. وده انا هعمله ده دلوقتي فكره جديده، ان انا ايه اوفر من القماش، لان انا معايا جاكيت لسه هشتغل، القماش معايا قليل، فهعمل ما يسمى بالايه بالسمكه هنا، بتبقى داخليه ومش باينه، عشان بس ما حدش يقول لا اصل دي هتبقى باينه، لا مش هتبقى باينه، انا بقول لك الكلام ده. يبقى ده اساسي لازم يكون معايا هنا اول حاجه. وزي ما ابتديت هناك وقلت لك ان انا ده اول حاجه اروح عامل خط الجنب من هنا دوت في الايه؟ في الامامي ده، هقول لك اول حاجه اشتغل بقى هنا ايه؟ اقول لك ان انا اول حاجه ادي القمر معايا، اروح داخل 3 سم من هنا اهي، واروح طالع بارتفاع معايا كده، عمود كده. ده الارتفاع ايه؟ الارتفاع الطبيعي اللي البنطلون لازم يكون الظهر اعلى من الايه؟ من الامامي، عشان لما ابقى اوطي انزل اقعد البنطلون ما ينزليش لغايه ايه؟ منتصف الارداف.
لا يبقى مغطي منطقة ايه؟ الظهر نفسه. يبقى مغطي منطقة ايه؟ الظهر نفسه. تمام او كده. انا قلت لك ان هو بالنسبة للجزء دوت اللي هو كان بتاع الحجر ظبطته وشفت المقاس معايا قد ايه. بالنسبة بقى للخلفي معايا، اول حاجة انا دلوقتي ادي الحجر اهو معايا، ده كان ها قلنا ان ده هيبقى 39. انت رحت واخده لي 39 صافي، انا لازم يصفي معايا هو 39. ان كنت المفروض تخليه لي كام؟ 42. قلت لك لا انا هاخده 39، يعني هو هيصفي معايا كام؟ 36. طب ال 39 هتجيبها منين؟ قلت لك هعوضها من الخلفي. ادي اول تعويض، ادي اول ايه؟ تعويض. تمام؟ ده اول تعويض. اول حاجه ان انا عايز نظبط الفخذ كده، مش انا هروح مخيط هنا كده دول مع بعض اهو، نمشي مع بعض واحده واحده. ها كاني يعني بشرح لاي حد مبتدئ في الخياط، نمشي مع بعض واحده واحده. انا كاني خيطت الاثنين دول مع بعض اهم. تمام؟ ما هي دي الخياطه الطبيعيه بتاعتي اهي. عشان نعرف اول تعويض للايه؟ للفخذ معايا. طب دلوقتي المقاس بقى معايا كام؟ المقاس معايا دلوقتي ما زال كام؟ 38. يعني انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي سنتي على الايه؟ على الامامي. فاضل لي سنتي على الايه؟ على الامامي. تمام؟ طب هتعوض السنتي ده منين؟ اعوضه من ورا. من هنا. تمام؟ طيب نعمل ايه؟ قال لك ان انا هروح جاي. اول حاجه هو كده كده انا محتاج الحته دي. محتاجها في ايه؟ هو ده اللي انا ايه هقول لك عليه. ومحتاج الحته دي، محتاجها في ايه؟ ده اللي انا هقول لك عليه. اول حاجه ان انا باجي انت فهمت النقطه دي، بس اللي انا عاملها بالدبابيس دي نشيلها كده عشان ايه؟ نعرف ايه ناخد دلوقتي انا المقاس بقى الارداف فين اهو. انا هنا هو تمدي الارداف بالزياده بتاعتي. لان انا قلت لك الارداف كام؟ 126. لما قسمتها على 4 فادتني 100 كام؟ ادتني لما قسمتها على 4 ادتني 31.5. فانا خدت دي كام؟ 34.5. ادي زياده الارداف. يبقى انا عايز برضو الوراني يديني كام؟ 34.5. صح؟ طب انت هتعمل ايه؟ هقول لك اروح جاي عامل كده. ادي منطقه الارداف معايا، عايز كام؟ عايز 34.5 برضو اهو. اروح جاي بقى موصل النقطه دي بدي كده ماشي، واروح واخد بقى ايه الحجر الخلفي اهو. بس انا ما انساش حاجه ان الفخذ هنا هو لسه ناقص له ايه؟ لسه ناقص له مقاس معايا. طب انت عايز لما تكون انت مثلا الحجر الامامي مصفي معاك كام؟ مصفي معاك مثلا 30. مصفي معاك ايه؟ 30. طب انت عايز الخلفي يبقى كام؟ المفروض بقى ده 30، الخلفي ده يبقى مصفي 45. ليه؟ لان هو واخد الحوض التحتاني ولافف على منطقه الارداف اللي هي اكبر من القدام على الاقل كده. انا عايز 15 سم زياده عن ده، فاهمني؟ اقل حاجه. يعني ده كنت عايزه كام كده الحجر ده؟ الحجر ده انا عايزه دلوقتي معايا بالظبط يصفي معايا 45. شايف انا طلعت بقى القيمه دي؟ الكلام ده باين في طبعا. شوف انا طلعت هنا اهوت عشان اعمل الكلام دوت قد ايه؟ يعني انا عايز مثلا هنا اهو كده اهو، ودي هد. عشان يبقى الحجر معايا زي ما قلت لك يصفي كام؟ يبقى زيادة عن القداماني بخمسة ايه؟ ها؟ ب15 سنتي. تمام؟ شايف انا طلعت بقى هنا قد ايه؟ تعالى. انت طلعت هنا 8 سنتي. يبقى اذا الزيادة من هنا من كام لكام؟ الزيادة دي من 6 لكام؟ ل10 سنتي. دي ممكن توصل معايا ل10 سنتي حسب تقن صاحبة الموديل. طيب انا دلوقتي ده بقى ايه؟ نقطة القمر الخلفية. المفروض ان دي هتقف مع دي، يبقى انا بروح نازل بقى ايه بنفس الشكل ده، مديلي ده كده على استقامته اهو،
وروح نازل بديه بقى هنا. بس هتنزل فين؟ هتنزل هنا. بص لي، هتنزل هنا ولا هتنزل هنا ولا هتنزل هنا؟ ايه اللي محدد لي الكلام ده؟ القمر بتاعي. انت شفت اللي انا قلته دلوقتي؟ هنزل بالمثلث دي، النقطه دي اتعرفت والنقطه دي اتعرفت، بس انا هنزل هنا ولا هنا ولا هنا؟ انا معايا القمر كام؟ ده الضابط بتاعه. يعني قلت لك كام؟ 53. خدت اللي قدامي 26، يبقى انا عايز اللي وراني كام؟ 27. وعندك ايه تاني؟ وعندك 3 سم ايه؟ بنسى. ودي كده ايه؟ اقول لك دي اصلا هنسيبها زياده للايه؟ ان هي توسع وتضيق منها. زياده توسع وتضيق منها. ماشي يا جماعه؟ ودي كده تعتبر قليله كمان. دي كده تعتبر ايه؟ قليله كمان. لان انا اقل حاجه لازم اسيبها من هنا مش اقل من ايه؟ من 5 6 سم. يبقى انا ممكن اتقدم من هنا كام؟ يعني انت اتقدمت من هنا قد ايه؟ سنتي كام؟ اتقدمت 2 سم، اروح مقدم ال 2 سم دول هنا. بس انت خلي بالك، انت قلت لي هنا لازم يبقى 3 سم، اروح مقدم ده سنة. عشان اسيب الزياده الطبيعيه اللي هنا تقدر توسع وتضيق منها. ماشي؟ ماشي الكلام دوت؟ عشان بس ايه؟ ما نتلخبطش في حاجه. انا قدمت ليه؟ عشان اسيب لها زياده، لكن انا كنت ممكن اشتغل على نفس ايه؟ نفس الوضع ده كده بالظبط. طب انت سبت دي كده ايه؟ عشان اسيب لصاحبته زياده لو عايزه توسع، عايزه تضيق فيما بعد. تمام؟ اللي انا قدمته هنا هو اللي انا ايه؟ هروح جاي مقدمه هنا اهو. اهو. اهو يا جماعه، عشان بس ما ابقاش ايه؟ كده. كده بالظبط. واروح جاي بقى ايه؟ خلاص انا عرفت بقى كده الزياده بتاعتي اهي. كده كده بالظبط. ايه القمر؟ يبقى الخلفي احنا نركز فيه قوي. نكمل مع بعض بعد ما صلينا، وعشان كان الصوت اللي بره. انا كده زي ما قلت لحضراتكم، النقط اللي انا عدلتها ديت دوت لبيان ان انت ممكن تقع في النقط دي وتعدلها. يعني بعد ما شرحت لك الاساس، لا وجدت ان انا عايز ايه؟ ازود، اسيب زياده هنا، اسيب ده هنا. ماشي؟ فبدات اعدل ايه في بعض النقط كده. زي ما قلت لك ظبطت ايه؟ القمر، وسبت الزياده بتاعتي بناء على قدامك. ظبطت منطقه ايه؟ الارداف. طب وايه تاني؟ قلت لك الحجر هنا انا ظبطه اهو، ده مع ده. طب اقول لك حاجه عشان كده ما نتلخبطش في حاجه. انا كده بقص بايه؟ بقص منطقه ايه؟ الصدر الخلفيه، اللي هي منطقه الارداف بمعنى صح، لان ده كله بنسميه صدر البنطلون اهو. بنسمي ده ايه؟ صدر البنطلون. طيب بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا، على اساس ان الفيديو ما يطولش معانا، ويبقى واقفين عند جزئيه معينه مخلصين فيها جزء خاص بذاته، على اساس ان احنا يبقى كده ان شاء الله رب العالمين نلتقي في الفيديو اللي جاي ونكمل عليه. وللعلم بس انا بحب انوه لحضراتكم عشان ما يبقاش فيه نوع من الخداع او حاجه، ان الفيديوهات ديت او الفيديو دوت، الفيديوهات اللي انا بقسمها دي كده بتبقى فيديوهات اصلا قديمه وكانت في القناة، والناس بتجيني عليها أسئلة كتيرة جدا جدا، في حين إن الأمر موجود على القناة. فبالتالي عشان أبذل جهد وأعمل فيديو جديد، تمام، دوت بيستغرق وقت وبياخد إيه مننا كتير. فإحنا يعني ياريت إن إحنا، لو أنتوا حضراتكم بتتعبوا نفسكم وتخشوا على الفيديو، إحنا أنا مش هعمل كده، تمام، وهشوف حاجة جديدة. لكن بالفعل أقسم بجلال الله العلي العظيم ما بيعدي ساعة إلا وبتيجي أسئلة على الفيديوهات القديمة كلها، تمام. فبضطر إن أنا أرجع للفيديو، ماشي، وأبدأ. يعني قبل كده كنت بعمله مثلا الفيديو كامل على بعضه، تمام، لا بدأت أقسمه وأخد منه أجزاء معينة. فأرجو أن أنتم ما تنسوناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي مطلوب من حضراتكم، الاشتراك في القناة وتزويد الاشتراكات، وجزاكم الله خيرا على ذلك. زي ما قلت الإعجاب بالفيديو، زي ما قلت الاشتراك في الصفحات اللي هي على الفيس،
والاشتراك في القناة البديلة الدال على الخير كفاعلي، ده الأصل الأصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.